أهم الخطوط في نظري اللي جا بها المشروع القانون المالية دي 2025، بالإضافة يعني للتعزيز وتجويد والتدقيق يعني في الورش الكبير ديال الحماية الاجتماعية، لأنه ورش كبير ومهم، وإضافة بعض الجوانب اللي ما كانتش من قبل في الورش ديال الحماية الاجتماعية. كاين نقاط مهمة وهو الربط ديال لوتوروت ما بين الرباط عن طريق بن سليمان الدار البيضاء، وحنا مقبلين على كاس العالم، وهذا 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 الطريق السير غتكون مهمه اللي غد يعني تحل واحد المشكل اللي هو كبير وعويص في نفس الوقت، ويأهل بلادنا يعني لذاك المستوى اللي تنطمحوا ليه. كذلك الربط اللي كاين في القانون الماليه ديال 25، الربط ديال تي جي في ما بين الرباط ومراكش، لان حنا تنشوفوا دابا الحركيه والاقتصاديه والرواج اللي كاين ما بين كازا الرباط طنجه، الان غتزيد مراكش في المستقبل، تنتمناو اكادير يعني في المشاريع القوانين الماليه المستقبليه. ولهذا انا يعني بعجاله وحسب يعني الاطلاع ديالي بشكل مستعجل على المشروع اللي جا في العرض ديال السيد وزير الماليه، وكذلك العرض اللي جاء في الجلسه العامه من طرف السيده الوزيره، هذا هما يعني النقاط اللي هما تيبانوا لي اساسيين مهمين، بالاضافه للتدقيق في واحد مجموعه الامور اللي مازال عاد غادي نبداو في المناقشه يعني التفصيليه. اليوم كما لاحظتوا تقدم قانون الماليه الرابع في هذه الولايه التشريعيه، وبطبيعة الحال ما بقاتش غير ولايه وحده، ومن هنا يمكننا نقيموا العمل ديال الحكومه والبرنامج الحكومي ديالها ماذا تحقق وفين كاين الاخفاقات ديالها. بطبيعة الحال كانت عندنا تقييم المنتصف الولايه، ولاحظنا بان الحكومه ما حققتش الوعود ديالها خاصه في مجال التشغيل، لاحظنا هناك غلاء في الاسعار وهناك تدخل كبير. يعني هذا القانون الماليه ما شفناش واحد الاجراءات عمليه وقويه باش الحكومه يمكن لها تحل هذه المشاكل المطروحه على الساحه. بالنسبه للامن الغذائي لاحظتوا ان المغرب اصبح يستورد تقريبا جميع المواد، لدرجة العام كان غادي نستوردوا الزيت العود وزيت الزيتون والزيتون، الى فضلا عن استيراد العجول كاين استيراد اللحوم المجمده، وحنا كنقولوا بلد فلاحي وخسرنا اموال طائله على مخطط المغرب الاخضر. كذلك نسبه النمو ضعيفه وما كترقاش للتطلعات وما يمكنلاش تخلق واحد الفرص الشغل اللي هي كبيره. يعني بالنسبه لنا التقييم ديالنا المجمل ان الحكومه لم تستطع ما قدرش تجيب واحد الاجراءات عمليه وملموسه من اجل القضاء على البطالات وفير فرص الشغل وتحقيق اقلاع اقتصادي حقيقي. اذا التقييم ديالنا الشامل للقانون الماليه ما جابش اجراءات عمليه مبتكره وجديده. لاحظنا هذه الصيغه ديال القانون الماليه هي شبيه بقوانين الماليه واستمرار القوانين الماليه السابقه، وبالتالي نعتقد بانه ما غيحلش المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه العالقه في البلد. وشكرا. اليوم تم تقديم المشروع ديال القانون الماليه 2025. في الحقيقه امام الاوضاع يعني الجد متازمه اللي كيعرفها العالم واللي هي مستمره وعندها تداعيات كبيره وخطيره على بلادنا، وامام الاوضاع المتازمه داخل البلاد واللي يمكن تكلموا فيها على المؤشرات ديال البطاله اللي تعدات 13.7%، اتساع ديال الدائره ديال الفقر، وانه المغاربه ما بقاش عندهم القدره من اجل الادخار. اذا هذا الشيء كله كان كيطلب انه هذا المشروع ديال القانون الماليه يجيب بعض المقترحات اللي هي شجاعه وجريئه من اجل تجاوز يعني هذه المعضلات الكبيره اللي كتجعل ان المغاربه القدره الشرائيه ديالهم ضعفات، وانه واحد العدد ديال الشباب كيفكروا اليوم غير في الهجره. فوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية اتسعت، وأنه الفقر توسع والبطالة ارتفعت، وأن واحد العدد ديال المقاولات الصغرى المتوسطة اضطرت إلى الإفلاس لأنه ما كاينش تشجيع، ثم أنه السياسة الليبرالية المتوحشة اللي غادية فيها هذه الحكومة اللي كتغني الغني وتفقر الفقير كتشجع الفلاحة التصديرية، وحنا عارفين بأن مشكل الماء مشكل مطروح اليوم وبحدة، في الوقت اللي خلات الفلاحة اللي هما كيتكلفوا بالفلاحة المعيشية وكيشكلوا 85% يعني خارج التغطية وخارج الدعم اللائق. إذا مع كل أسف قانون مالي دون المستوى ديال الانتظارات ديال المغاربة، دون الانتظارات ديال الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا. هو قانون المالية اللي كيكرس مبادئ الدولة الاجتماعية، وهو قانون مالية كذلك اللي كيحافظ على المكتسبات، وكذلك جاء بأمور صراحة اللي هي مهمة فيما يخص التشغيل. هو بالنسبة لنا قانون المالية تضمن
في القراءة ديالو واحد حوالي 28,000 منصب شغل اللي ضمنها القانون المالية، واللي من شأنه بعد حرب البطالة وبتخلق فرص شغل للشباب. وحنا بالنسبة لنا هاد البطالة هي صراحة واحد المشكل اللي كيرهق سواء الحكومات السابقة سواء الحكومة الحالية، لأن كما كتعرفوا الشباب سواء عاطل، سواء اللي كيقرأ عنده الإجازة عاطل واللي ما قاريش راه عاطل، ولهذا كخص الحكومة ضروري تفكر في هاد الأمور ديال التشغيل بالدرجة الأولى، لأن احنا إلا وفرنا المستشفيات بالنسبة للصحة ووفرنا المدارس بالنسبة للتعليم وما وفرناش الشغل بالنسبة للشباب، راه ما يمكنش هذيك الأمور تمشى، لأن كلها أمور مرتبطة بعضها البعض. ولهذا الأساس هو التشغيل، لأن الإنسان إلا ما عنده شي واحد المورد قار شهري كيتقاضى ما يمكنلوش يمشي تنصحة، ما يمكنلوش يقري ولاده، ما يمكنلوش يدير واحد العدد الأمور في الحياة ديالو. ولهذا الأساس هو التشغيل. صراحة بكل صدق هذا القانون المالية جا كيكرس مبادئ الدولة الاجتماعية وكيحافظ على المكتسبات القديمة، ولكن من خلال القراءة ومن خلال المناقشة ديالو في الفروع وفي القطاعات الحكومية أخرى غيتبين واحد العدد الأمور اللي لأن هذه مختصرة وأمور اللي تبينت من خلال القراءة الأولى ومن خلال العرض ديال السيدة الوزيرة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.